نداءنا لكل اخواننا المتواجدين بالقرب من الملعب وفي البصره، رجاء من يوم امس وقبلها بليله نتكلم معكم عدم الذهاب الى المدينه الرياضيه ما لم يكن لديكم بطاقه تكت خاص بالمباراه. تدافع كبير واعداد كبيره، بالتالي يعني لا نريد ان تكون هناك حالات اختناق، وايضا ان تضاعف الجهود من قبل القوات الامنيه. الرجاء الالتزام بالتنظيم وبالتعليمات الصادره من القوات الامنيه، وممكن مشاهده المباراه في الاماكن العامه. رجاء لا يمكن ان تتم الفرحه الا بسلامتكم، ولا يمكن ان يكون هنالك فوز الا بسلامتكم. بارك الله بكم، ونتمنى عليكم يعني الالتزام بكل التوجيهات الصادره من القوات الامنيه.